دي كانت اخبار النادي الاهلي. نروح لاخر اخبار نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي بيواصل تدريباته واستعدادا لمواجهه بيراميدز القادمه، مباراه مهمه طبعا مؤجله بين الفريقين من الجوله ال18 من بطوله الدوري، والمقارنة اللي هي يوم الجمعه على استاد القاهره الدولي. عاد الفريق الابيض للتدريبات امس على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بعد طبعا رحل المنحة جوماز جوزيه جوماز المدير الفني للفريق. اللاعبين كان اول امس الاثنين عقب طبعا فوز الفريق على الداخليه بهدفين لهدف في الجوله ال31 مسابقه دوري نايل. لكن اصبح خلاص عايز اقول لحضراتكم في حكم المؤكد غياب 9 لاعبين دفعه واحده عن فريق الزمالك في مواجهه بيراميدز القادمه. بيغيب الرباعي احمد سيد زيزو ومحمد شحاته وحسام عبد المجيد وزياد كمال، طبعا دول الرباعي للانضمام للمنتخب الاولمبي. بينما بيغيب الثلاثي محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي واحمد حمدي، دول بيغيبوا طبعا للاصابات الطويله. وبيغيب الثنائي حمزه المسلوسي ومهاب ياسر، دول بيغيبوا للايقاف بسبب الانذارات. ومن المنتظر يدفع جوزيه جوماز المدير الفني يعني بعدد كبير من اللاعبين الشباب اللي ضمهم طبعا المدير الفني البرتغالي للفريق خلال المرحله الماضيه لتعويض النقص العددي اللي بادر صفوف الفريق في الفتره الاخيره، ويشوف برضو مين من الشباب اللي يقدر ان هو يكمل ويكون اضافه من طبعا الشباب الواعدين مع فريق الزمالك في المرحله القادمه، خاصه ان نادي الزمالك خلاص فقد المنافسه على بطوله الدوري رسميا، فيشوف مين اللاعبين الموجودين عشان يقدر ان هم يكملوا مع فريق نادي الزمالك مع الصفقات اللي عايز يضمها في المرحله القادمه. لسه مع اخبار نادي الزمالك، وقرر عبد الواحد السيد مدير الكره بنادي الزمالك معاقبه مصطفى شلبي لاعب الفريق بعد دخوله يعني في مشاده مع احمد مجدي مدرب الفريق في مباراه الماضيه امام الداخليه. وقرر مدير الكره عبد الواحد السيد توقيع عقوبه ماليه على مصطفى شلبي وفقا للائحه بعد خروجه على النص خلال المباراه، يعني شهدت مباراه الزمالك والداخليه دخول مصطفى شلبي في مشاده مع احمد مجدي مدرب العام للفريق على خلفيه عدم اتباع بعض التعليمات في الملعب، وتدخل على طول مدير الكره عبد الواحد السيد وبعض اللاعبين عشان ينهوا الازمه. بياخد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي مجلس اداره نادي الزمالك واحمد سليمان وحسين السيد اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك جلسه مع جوزيه جوماز المدير الفني للفريق الابيض لحسم العديد من الملفات المهمه، اهمها طبعا الصفقات الجديده اللي بينوي المدير الفني التعاقد معها في المرحله القادمه، بالاضافه الى تقديم تقرير عن اللاعبين الراحلين عقب نهايه الموسم. وحدد جوزيه جوماز عدد من المراكز اللي يعني بتسبب خلل في الفريق، اهمها طبعا الظهير الايسر والمدافع والوسط المدافع، بالاضافه كمان الى مركز الهجوم مركز مهاجم الصريح. وتاجلت الجلسه دي اللي كانت من المفترض ان تعقد خلال الفتره الماضيه بسبب مرض طبعا احمد سليمان، نتمنى له ان شاء الله يرجع بالف سلامه عضو مجلس اداره النادي. ونادي الزمالك طبعا محتاج صفقات الفتره المقبله، عايز يحل كمان مشكله القيد، نتمنى ان شاء الله يتحل في اقرب فرصه ويقدر ان هو يضم صفقات قويه عشان يعود نادي الزمالك الموسم القادم للبطولات باذن الله. دي طبعا امنياتنا عشان مع الاهلي والزمالك كل الانديه المصريه المنافسه طبعا كلها تكون في صالح منتخبنا الوطني.